ضمن سلسلة البرامج الثقافية والفكرية التي تنظمها شعبة العلاقات الجامعية التابعة للعتبة العباسية المقدسة، استقبلت مجموعة من خريجي الكليات الطبية من طلبة جامعة الكوفة، إيمانا منها بأهمية هذه الشريحة ودورها الكبير في بناء البلد. استقبلت شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة وضمن مشروع فتية الكفيل الوطني مجموعة من طلبة جامعة الكوفة من الاختصاصات الطبية من خريجي جامعة الكوفة الخريجي العام الدراسي 2019-2020. هؤلاء الطلبة جاءوا ليحتفلوا ويبتهجوا بحفل تخرجهم عند العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية، وليؤدوا قسم التخرج داخل هذا المكان المقدس الطاهر. نقدم شكرنا الكثير للأخوة في العتبة العباسية المقدسة على الحفل البهي والجميل الذي حضروه لنا كمناسبة للتخرج وكدفعة معنوية كبيرة لنا، ونأمل أن يكون إن شاء الله المستقبل، يعني أن نعمل في المستقبل لخدمة بلدنا وأهلنا وخدمة شيعة أمير المؤمنين في مواقع عملنا في المستشفيات إن شاء الله. برنامج متكامل للطلبة الضيوف تضمن زيارة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والاطلاع على أقسامها وبعض مرافقها، ليختتم بإقامة حفل تكريمي لهؤلاء الطلبة تخلله إلقاء محاضرة توجيهية لبيان دورهم الفاعل في الأيام المقبلة.